أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تتعرف على مفهوم التوابع وما هي، أيضا مفهوم النعت وتقوم بإعراب النعت إعرابا تاما. التوابع، ما هي التوابع في اللغة العربية عزيزي الطالب وأقسام التوابع في اللغة العربية؟ التابع عزيزي الطالب هو الاسم الذي يتبع ما قبله من حيث الإعراب. التبعية عندهم هي تبعية للعامل، فبأثر من نظرية العامل ذهبوا إلى أن التابع إنما يرتفع أو ينتصب أو يجر لأنه يقع عليه أثر العامل. فالتابع عندهم هو كما هو يوضحه ابن سراج، فجميع هذه تجري على الثاني ما جرى على الأول من الرفع والنصب والجر. وتطورت التعريفات والمفاهيم وتوضحت المصطلحات واستقرت عند المتأخرين من النحويين. من هذه التعريفات ما ذكره ابن يعيش بقوله هي الثواني المساوية للأول في الإعراب ومشاركتها له في العوامل. ولهذا المفهوم سار جميع النحويين في فهمهم للتابع دون أن يلتفتوا إلى جوانب المعنوية عند تعريفهم بالتوابع والتبعية. فإن العامل في هذه الأشياء لا يعمل من جهة واحدة، وهو خمسة تأكيد، هي التأكيد والصفة والبدل والعطف وعطف بحرف. ولم نجد من النحويين القدماء من خرج على هذا المفهوم وعلى نظرية العامل في دراساتهم للتوابع والتبعية بشكل عام. النعت عزيز الطالب هو ما يذكر بعد اسمه ليصفه في أحد أوضاعه أو يصف ما يتعلق به. وتكمن فائدة النعت أنه يوضح إذ كان الموصوف معرفة نحو مررت بعلي الخياط، والتخصيص إذا كان الموصوف نكرة نحو زرت رجلا عالما، والمدح نحو كنت عند صديقي الوفي، والذم نحو تصدل العدو المجرم، الترحم نحو اللهم أرحم عبدك المسكين، والتوكيد نحو قوله تلك عشرة كاملة. يقسم النعت عزيزي الطالب إلى قسمين، النعت الحقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي ينعت اسما سابقا له ويتبعه في الإعراب ويأتي على ثلاثة أوجه، وهي النعت الحقيقي المفرد نحو هذا عالم صادق، والنعت الحقيقي الجملة نحو هذه أرض مراعيها خصبة، والنعت الحقيقي شبه الجملة نحو هذه طائرة فوق السحاب. النعت السببي ينعت اسم بعده يشمل على ضمير يعود على المتبوع ولكنه يتبع ما قبله في الإعراب، ويغلب عليه أن يكون وصفا مشتقا، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة نحو هذا كتاب كثيرة فوائده. قد يقطع النعت عن كونه تابع لما قبله في الإعراب إلى كونه خبرا لمبتدأ محذوف أو مفعولا به لفعل محذوف، والغالب أن يفعل ذلك بالنعت الذي يؤتي بعده المجرد المدح أو الذم أو الترحم نحو الحمد لله العظيم أو العظيمة، فالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو العظيم، والنصب على أنه مفعول به لفاعل محذوف والتقدير أمدح العظيمة. بعد الانتهاء عزيزي الطالب من شرح النعت ومفهوم التوابع، نقوم بحل أسئلة الدرس والأنشطة رقم 1 و2 و3. وقلنا أن النعت هو للتذكير، هو اسمه يذكر بعد اسمه ليصفه في أحد أوضاعه أو يصف ما يتعلق به. وتكمن فائدة النعت يوضح إذا كان الموصوف معرفة نحو كما قلنا مررت بعليا الخياط. وأيضا النعت عزيز الطالب يقسم إلى النعت الحقيقي والنعت السببي. وكما قلنا أن النعت الحقيقي ينعت اسما سابقا له يتبعه في الإعراب ويأتي على ثلاثة أوجه، والنعت السببي هو ضمير يعود على المتبوع لكنه يتبع ما قبله في الإعراب. وتذكر عزيز الطالب أن التوابع كما قلنا هو الاسم الذي يتبع ما قبله من حيث الإعراب، فتبعية عندهم هي تبعية العامل، فبأثر من نظرية العامل ذهبوا إلى أن التابع يرتفع أو ينتصب أو يجر. لماذا؟ لأنه يقع عليه أثر العامل. فالتابع هو كما يوضحه ابن سراج جميع هذه تجري على الثاني ما جرى على الأول من الرفع والنصب والجر. وتطورت التعريفات والمفاهيم وتوضحت المصطلحات واستقرت عند المتأخرين من النحويين.
شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.